سويت هذا الشيء اللي صار لي فترة بس قاعد أكله، في لحم مفروم وبطاط ولذيذ. قاعد فوح بطاط راح أحط معه بصل بودر وثوم بودر فلفل أسود وملح، شيل من الماء وأحط فوق روب يوناني ملح فلفل أسود، والشيء اللي صدق راح يسوي الفرق اللي هو سمن البط، ما أدري وين بعه هني بس أنا أشتري لي سافرت، يغير الطعم كله. إذا ما عندكم إياه تقدرون تحطون زبدة عادي أو زيت زيتون، ثوم بودر وبصل بودر أعشاب مجففة وزيت زيتون، وضربهم بالخلاط. جبنة البيكورينو أو ممكن برمزان أو أي جبنة ثانية عندكم تصير حادة، هذه من حليب الغنم. وياهم هذا بالنسبة حق البطاط، صار جاهز ولذيذ وايد حلو. حق صلصة اللحم راح أبدي بالجزر والبصل، أحمسهم على زيت زيتون وفوقهم نفس الشيء ملح وفلفل ثوم وبصل بودر فلفل حار ودارسين والعشاب واللحم المفروم. والحين حق المرق بسويه بالطريقة هذه، هذه مشروم مجفف فوقه ماي حار وزبدة ويا طحين بنفس الكمية، واضربهم بالخلاط. صار عندي مرقة مشروم او تقريبا صار نفس جريفي بسبة الطحين والزبدة، اقدر اخففها بماي وازيده على الجدر اصبه فوقهم هنا، ناقصها ملح بس، اقدر اضيف جبن بعد. هذول احطهم صينية احسن لانه راح يطيح منهم كل مكان، قفشتين كل واحد. فوقهم البطاط المهروس، اقدر اسوي بالقفشة ووزع بيدي بس لان اللحم حار البطاط راح ينزل تحت واللحم بيصعد صاير نفس الصلصة. اذا برد اللحم ممكن نسوي بالايد بس الحين اسهل لي بالبلاستيك هذا البايبينج باك. فوقهم مازوريلا، شو راح يصير فيه بالفرن؟ يتحمش ويصير نفس الحكوكة بعدين لما تردون تستخدمونه ثاني يوم، تنشال بروحه وتنوك لذيذة. واللي ما عارف شنو الحكوكة، الجزء التحتي بالجدر لما نسوي عيش شلون تصك وتتماسك. زيت زيتون ودخلهم الفرن، خلي يتحمشون من فوق. ثالث مرة أسويهم، لازم أخليهم شوية يريحون وبعدين أقدر أكلهم لأن من داخل يحنهم قاعد يغلون. والحلو فيهم إن أقدر أخليهم بالثلاجة وأسخنهم متى ما بغيت بالمايكرويف وأقعد أكلهم. عجيبين. سخنت لي واحدة بعد النادي بالمايكرويف، الجبنة تنشال طقة واحدة كذي نفس كل مرة، لذيذة. صاير أسوي منهم وايد وأخليهم بالثلاجة وأخلصهم بيومين. 3/4 بروتين بسبة اللحم وشوية من البطاط فوق، هو المفروض يصير أتوقع نص بنص بس أنا قاعد أسوي كذي، وممكن يصير على بايركس كبير بس أنا قاعد أسويهم بالصغار، هذولي أسهل لي حق الوجبة.